هل في ادويه ممنوعه على المريض اللي مركب دعامه اطلاقا؟ يعني ما فيش ادويه معينه نقول له دي ما تستخدمهاش او تستخدمها، لكن الفكره كلها ان ايه، اصحاب الامراض المزمنه كالسكر والضغط والقلب والامراض دي هم الشريحه الغالبيه يعني. فالمريض دايما متخوف يا ترى الحاجات دي هتاثر على الدعامه، يعني مش 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 احنا هنقول لهم في حاجات ممنوعه، هو بيسال انا باخد دواء كذا عشان كذا، باخد دواء كذا عشان كذا، هل ياثر على الدعامه؟ فقالوا له لا اطلاقا لا يؤثر على الدعامه، خد كل ما تشاء، الادويه اللي انت متعود عليها قبل العمليه لا تغير منها شيئا لوجود الدعامه.